دكتور توفيق كليماندوس مدير وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. دكتور توفيق، يعني توقعات، هل صدرت أي شيء من مخرجات هذه المحادثات الجولة الثانية؟ المحادثات دي، سواء دي أو محادثات الرئيس بوتين مع الرئيس ماكرون، بتبرز موقف روسي متصلب جدا، وفي الواقع بيطالب باستسلام. الواحد كان أساسا فيما يتعلق بالمفاوضات مع الطرف الأوكراني كان متشائم، لأن رئيس البعثة الروسية من المتطرفين جدا، كان وزير الثقافة. يعني ده تقريبا بيشير لأنه مقصود أنه يبعث به عشان يدير المفاوضات بشكل متعنت، يعني بشكل متعمد ومتعنت. وهو واضح ان المفاوضات بالنسبة لفلاديمير بوتين، رئيس بوتين، محاولة منه لإثبات لرأيه العام بتاعه انه هو مش من دعاة الحرب عمال على بطال، انه هو دور، يقدر يقول انه هو دور على سلام، وان الطرف الأوكراني لم يستجيب. إنما شروطه، سواء اللي اتحطت أول مرة خالص يوم 15 ديسمبر أو اللي اتحطت قدام البعثة الأوكرانية في أول جلسة أو النهاردة أو اللي قاله النهاردة الرئيس ماكرون، ده شخص لا يتفاوض، عايز استسلام. إحنا وصلنا أنه ماكرون بعد المكالمة قال من شوية أنه توقعه الأسوأ من فلاديمير بوتين، صحيح؟ قال كده. وبعدين ماكرون ماشي أوروبي في شرق أوروبا عشان تتفرغ للمخاطر الآتية من الجنوب، يعني من ليبيا، من الساحل، رئيس الاتحاد الأوروبي. فهو بيتكلم ده ما بين كونه عنده القنبلة النووية، فرنسا عندها القنبلة النووية، والقنبلة النووية عندها بسيادة كاملة، يعني بمعنى أنها مش محتاجة إذن الولايات المتحدة للتصدي عشان تستعملها. وما بين أنه رئيس الاتحاد الأوروبي فهو عنده وزن. الموقف العام مع شيء من المبالغة، ممكن نقول أن المواجهة الأساسية هي طبعا ما بين روسيا وأوكرانيا، وثانيا ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة والناتو واخدين خطوة شوية لورا، يساعدوا، وجودهم ضروري، وجودهم بيدي ثقة للرئيس ماكرون، بس الرئيس بايدن ساكت، الرئيس ماكرون بيتكلم، الاتحاد الأوروبي على عكس ما عهدناه هو اللي بيقرر عقوبات، وأمريكا تيجي بعديه. وأمريكا والناتو قالوا بشكل صريح إن إحنا مش هنحارب في أوكرانيا، يعني مش هنبعت. أظن إن دي كانت غلطة، مش إني من دعاة حرب، طبعا ما يقدروش يحاربوا، إنما إنك تقولها من الأول بدون أي تنازل كنت تسكت. يعني كان معناها، تقصد حضرتك يعني كأنهم بيقولوا اعمل اللي انت عايزه، احنا كده كده مش هنيجي. ايه كان المفروض يحسبوا ان هي هتتفهم كده. طب عايز اسأل سعادتك في حاجة تانية يا دكتور توفيق، يعني باعتبار حضرتك برضو استاذ العلاقات الدولية ومتابعتك من فترة لهذا الامر، هل روسيا تنتقم؟ لانه في جمل مهمة جدا قالها فلاديمير بوتين في الخطاب الاول، يمكن ما انتبهش اليها كثيرين، وهي فكرة انه الغرب استغل فترة الضعف الروسي وفكك الاتحاد وخد في حضنه الدول بتاعت الجوار عشان يحوط على روسيا، وجاب نظام حاكم في اوكرانيا موالي للغرب مش لروسيا. هل هو نوع من انواع انتقام للاجراءات اللي حصلت دي خلال العقود الماضية من الثمانينات مثلا؟ شوف، الموضوع طويل، هحاول ألخصه. من ناحية ممكن نقول إن الرئيس بوتين صادق، مش بمعنى إن كلامه صح، بمعنى إنه بيقول ما يعتقد إنه صحيح. تمام، ما يشعر به فعلا، يعني ما يشعر به فعلا هو حاسس إن روسيا أهينت. دي حاجة. ثانيا، على عكس أغلب زملائي، أنا أعتقد فعلا إنه كان في نوع من التفاهمات إن الناتو مش هتتوسع. المشكلة ان كان في ثقة كبيرة ما بين بوش وغورباتشوف، فكان عندهم تفاهمات كثيرة شفوية. يعني ما فيش اي ورقة مكتوبة تثبت كلام الروسي. بس
كان في تفاهمات شفوية. أيوة. بعد كده ممكن نقول مع الأمريكان إن وعد بهذه الأهمية لو ما كتبش كتابة يبقى ما مش موجود. وفي بقى صفصاطة لا وكان قصدهم حاجة تانية إلى آخره. أنا في دي عندي ميل أقول في دي الرئيس الروسي محق. المشكلة بقى معايا في كلامه فيما أرى إن هو بيفترض إن أمريكا كانت عايزة تتمدد شرقا وأن عايزة تستغل ضعفه لتحقيق المزيد من المكاسب. هي المشكلة إن أي حد عارف طريق أولا اللي حصل إن بالعكس هي شعوب أوروبا الشرقية اللي هي مرعوبة من الغول أو من المارد الروسي هي اللي قاعدة تتوسل أمريكا إنها تيجي تحميهم. الناتو مش فرض أمريكا لأمر تمدد الناتو مش فرض أمريكي لأمر واقع هو مطالبة الشعوب اللي هناك نظرا للي حصل مثلا في القرن العشرين أو في الحرب العالميتين بحماية أمريكية. وعايز أضيف برضو إدانة إضافية أو تعليق إضافي سنة 2008 فعلا الأمريكان والناتو ادوا وعد كل من جورجيا ومن أوكرانيا انهم هيضموهم للناتو. اللي حصل بعديها ان لأسباب معقدة انا هقولها بطريقة سامجة انه الرئيس الجورجي هاجم عسكريا روسيا بدون استئذان واشنطن. فواشنطن قالت ما معناه والدول الأوروبية التانية لا ده شكل الدول دي عايزة تدخلنا مشاكل بأي شكل مش هندخلهم. وما العنف الرد الفعل الروسي أثبت إن روسيا لن تتسامح مع هذا وكان عنده أعذار دي ما بس ما أقدرش أحكي القصة بتفاصيل والدول زي تهور الرئيس الجورجي كان دش بارد على دول الغرب لا مش عايزين مشاكل. بشكرك جدا. فمن ساعتها الملف اتقفل اللي فتحه بوتين وعنده أوهام. يعني حتى مثلا لما بيقول معلش هستاذن انه حتى لما بيقول ان امريكا بتسلح الجيش الاوكراني امريكا ما كانتش بتسلح الجيش الاوكراني لغاية سنة 2014 هو اللي ضم الكروم وهو اللي اخذ الدونباس. ساعتها امريكا ابتدت تسلح وعند في تقاليد في الدولة الروسية من ايام القيصر وطبعا مع الدولة الشيوعية والرئيس الروسي الحالي انه يقلب هو دايما هو المضطهد. بينما حتى لما هو بيهاجم هو مضطهد. ايوه فندم انا بشكر سعادتك ويا ريت يا فندم بقالنا لقاء مطول بقى نحكي فيه حكاية مع التطورات اللي هتحصل من هنا للايام القادمة. طمع عليك. جزيل الشكر للدكتور توفيق كليماندوس مدير وحدة الدراسات الاوروبية بمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية واستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية. ربنا يستر من القادم.